ايه رايك؟ انا بيتهيألي طبعا مساء الخير على حضراتكم طبعا، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من السادسه، والعنوان الاهم النهارده هو طبعا الاهلي والمريخ. خدي بالك فرق كبير جدا بانك انت تدخلي بطوله وانت احد ابرز المرشحين او احد اقوى الفرق المرشحه للفوز باللقب، وبين انك انت تكوني البطل بالفعل. الاهلي هو البطل وهو حامل لقب النسخه الاخيره، وده بالتاكيد هيزود شويه من صعوبه مواجهات الاهلي، مش بس ماتش بكره، يعني مش بس مباراه المريخ، لكن كل خطوه هياخدها الاهلي ان شاء الله لغايه لما نوصل لتحقيق هدفنا ان شاء الله باذن الله في تتويج بالبطوله العاشره، هيكون كل ماتش في منتهى الصعوبه. ليه؟ لانه بدايه في عرف كره القدم وفي بطوله بتضم ابطال كل الدول الافريقيه او اهم الدول الافريقيه واقوى الدول الافريقيه في كره القدم، طبيعي جدا كل بطل يحاول يثبت نفسه ويحاول يثبت جدارته ويحاول يتخطى النادي الاهلي اللي بالنسبه للجميع هو الكبير، بالنسبه للجميع هو البطل، هو حامل اللقب، وبالتالي ده يدي فرصه ليه اكتر، يدي يحفز من لعيبته اكتر، يدي الاحساس للاعيبته انه عندهم القدره، بما انك فزت على البطل يبقى عندك القدره انك انت تكمل مشوارك وتوصل للحظه التتويج. ده فيما يتعلق بالبطوله بشكل عام، لكن فيما يتعلق بماتش المريخ تحديدا ده زاد من صعوبته اكتر من حاجه الحقيقه، واكتر من عامل، منها الجزء اللي احنا يمكن اتكلمنا واكدنا عليه، المعضله الكبيره اللي بتواجه الجهاز الفني في النادي الاهلي هي فكره الاجهاد العنيف اللي بيعاني منه لعيبه النادي. احنا بنتكلم على مشوار بطوله طويل جدا، وبنتكلم على ثلاث ماتشات ملعوبين في الاسبوع الاخير في منتهى القوه، يعني الثلاثه يعتبروا بالنسبه لي نهائيات بطوله، سواء الدحيل او البايرن او بالميراس، ثلاث ماتشات عيار تقيل، وبترجع بعدهم تبتدي في مباراه مع فريق قوي جدا على فكره، فريق المريخ من الفرق المحترمه مش بس في السودان، يعني هو طبعا الهلال والمريخ في السودان زي الاهلي والزمالك في مصر، فريق جماهيري، فريق له تاريخ، فريق عنده عدد كبير جدا من البطولات، فبالتالي فريق بيمتلك اثاره شخصيه البطل، وبيضم الحقيقه كمان هو دعم فرقته بعدد كويس، يعني عدد محترم ولاعبين اصحاب كفاءات عاليه، وبالتالي انا بشوف انه المريخ على مستوى دور المجموعات هو المنافس الاصعب بالنسبه للنادي الاهلي. الناحيه الثانيه الناحيه المعنويه، ازاي تفصلي من حاله الفرحه او حاله النشوه في مونديال الانديه واحساس اللعيبه بان هم قطعوا شوط كبير جدا لغايه لما وصلوا ان هم ياخدوا الميداليه البرونزيه، وبين ان هم يبتدوا يفصلوا ويرجعوا يشحنوا بطارياتهم ويرجعوا يخشوا في مود المنافسه على بطوله طويله كبيره صعبه ومرهقه جدا من اول وجديد، وطبعا البدايه هتكون مع المريخ. يزيد من صعوبه المباراه بكره الغيابات، للاسف شديد جدا الاهلي بيعاني صار بكره من غيابات كتير جدا، كلها عناصر مهمه جدا، كلها عناصر مؤثره جدا، كلها كان ليها بصمات مع النادي في الفتره أكيد الاخيره. اكيد بنتكلم على علي معلول، على حسين الشحات، وليد سليمان. حسين الشحات هو الوحيد الايقاف طبعا نتيجه النهائي بتاع اقصد غيابه يعني عن المباراه بيكون مؤثر، ولكن يعني عندك حسين معلول طاهر صلاح محسن ووليد سليمان، يعني مش محتاجه اتكلم طبعا على الأسماء. طبعا